بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. المسيح قام. يوم التدشين يوم له أهمية في تاريخ كل كنيسة. يوم التدشين هو بالضبط زي اليوم اللي بيتكتب فيه شهادة الميلاد للطفل، وزي ما بيتعمل سر المعمودية للطفل. التدشين صلواته كلها مأخوذة من صلوات تدشين هيكل سليمان في العهد القديم. والتدشين بيمر بثلاث مراحل في هذه الصلوات. طبعا بعد ما بنبني الكنيسة ونجهزها من كل حاجة، كل صغيرة وكبيرة فيها، آخر خطوة بنعملها هي خطوة التدشين. وبكده بتبقى الكنيسة من الناحية الكنسية القانونية كنيسة بنصلي فيها أسرارنا، وبنصلي فيها مناسباتنا وأعيادنا. وقبل التدشين بنستعين بحل مؤقت اسمه اللوح المقدس. ده حل مؤقت لغاية ما يجي يوم التدشين، وزي ما قلت لكم ده مرة واحدة في عمر الكنيسة. الثلاث مراحل اللي بيمر بيهم التدشين، أول مرحلة اللي هي مرحلة طلب الرحمة. بنصلي صلوات الآباء بيصلوها، ومرد الشعب ساعتها بيكون يا رب ارحم. يا رب ارحم يعني احنا عايزين الرحمة منك يا رب. وطبعا الإنسان لما يبتدي يتقابل مع الله لا يجد كلام يقوله غير انه يطلب الرحمة وقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. ده بالنسبة للمرحلة الأولى. المرحلة الثانية اسمها مرحلة استجابة الصلوات. بنقف الأباء الأسافة والأباء المطرنة حوالين المذبح، وبنبتدي نرشم المذبح بعلامة الصليب من غير زيت الميرون. واحنا بنرشم المذبح بنقول في صلواتنا المذبح ده هيقدم لنا ايه. فمثلا المذبح ده هيقدم لنا خيرات الفضائل، يعني لما نسلك في حياة الفضيلة يبقى حياتنا فيها ثمر. ونقول ان المذبح ده هيحمينا من الافكار والنوايا الجاهلة الغبية. احيانا الواحد كده بيجيله افكار ملهاش معنى وافكار وحشة، والأفكار الوحشة دهية لما بنقترب للمذبح ربنا بيحمينا منها. بنقول كمان إن المذبح ده هيساعدنا على غفران خطايانا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا. وبنقول إن المذبح ده هيقدم لنا الحياة الهادئة. كل مرة نطلب الطلبة دي نقول أمين يا رب. المرد بتاعها يكون أمين. كلمة أمين يعني استجب، عشان كده بنسميها مرحلة استجابة الصلوات. مرحلة الثالثة مرحلة الفرح. نمسك زيت الميرون اللي هو زيت التدشين أو زيت التخصيص أو الزيت المقدس، ونبتدي نرشم المذبح بثلاث رسومات، الآب والابن والروح القدس. وإحنا بنقول اسم المذبح، نقول اسمه ومكانه. يعني المذبح هنا الأوسط على اسم القديس الأنبا توماس السائح اللي موجود في الكنيسة اللي اسمها أنبا توماس السائح اللي موجودة في الخطاطة، في الدير اللي موجود في الخطاطة. يبقى بنقول الاسم ونقول المكان، زي بالضبط شهادة الميلاد بيتكتب الإنسان اسمه واتولد في الحتة الفلانية. المذبح البحري على اسم الشهيد ماري بؤتر، والمذبح الإبلي على اسم القديس ساويروس الأنطاكي. وبالصورة دهيت تكون الثلاث مذابح اتدشنوا، والأباء المطرنة والأباء الأسافة اشتركوا في تدشين المذابح اللي في الكنائس الأخرى، وكمان اشتركنا في تدشين أيقونات الكنيسة.
وكمان أيقونات الشرقية. أيقونات الشرقية بنسميها أيقونات البنتوكراتور، يعني ضابط الكل. وبكده تكون وإحنا بندشن المذبح يكون المرد بتاعنا هللويا. هللويا يعني هللوا لله، اللي هي مرحلة الفرح. يبقى ابتدينا بمرحلة طلب الرحمة، نمرة 2 استجابة الصلوات، نمرة 3 الحياة بالفرح هللويا. وبالصورة الحلوة دهية يكون الكنيسة اتدشنت بمذابحها وفي تاريخ محدد، النهاردة في 3 يونيو اللي هو 26 بشنس، 3 يونيو في 2021، ويبقى ده هو العيد المحلي أو عيد الميلاد بتاع الكنيسة اللي بنحتفل به سنويا بنعمة المسيح. طبعا بنشكر ربنا إنه بيدينا النعم الكبيرة دهية، وبنشكر نيافة أمبساويرس وكل الأباء الرهبان في هذا الدير العامر، وبنشكر كمان الأباء اللي قبل أمبساويرس اللي أشرفوا على الدير، نيافة الأنبا رام مطران الفيوم، وبنشكر كل الأباء اللي تعبوا، وفي البداية خالص أبونا برام الصموئيلي. وبالصورة الحلوة دهية إحنا بنفرح بعد رحلة طويلة خالص نوصل بيها وتكتمل في يوم التدشين. وكمان نيافة أنبا بسادة كان بيشرف على الدير هنا في مراحله الأولى طبعا، وهي زي ما بنقول كده من جيل إلى جيل، يعني كل الأباء تعبوا فيه، كل الأحباء تعبوا فيه، كل أباء كهنة جم كتير صلوا هنا، كل الشعب المحب للمسيح تعب هنا، كمان كل المسؤولين اللي في المنطقة، الشرطة اللي موجودة والمسؤولين في الإدارات المختلفة، كل ده تعب وقدم من إخلاصه ومن أمانته ومن محبته، عشان كده بيبقى يوم التدشين دايما يوم فرح لنا كلنا. احنا دلوقتي هنبتدي بقى صلوات القداس كالمعتاد لغاية نهاية القداس. اتفضلوا.